فيش تنظيف، فيش نظافة، ما فيش توفير، فيش غذاء، فيش مية، فيش يعني فيش نظافة، يعني عايشين معاناة بغزة، جد معاناة بغزة مؤسفة يعني. ما فيش فوط نحطهم، نضطر نحط شرايط. نضطر نحط شرايط، ما فيش فوط. الحمامات وسخ ما نقدرش نتحمم فيها. بجد ما فيش نظافة شخصية، ننظف حالنا. الصراحة الحمام يعني أنا اللي كنت أتحمم يوم صرت ما أتحممش، كل أسبوعين مرة صرت أتحمم. وولادي زي بالضبط كل أسبوعين مرة لما نتحمم، كل أسبوعين بتجينا المية، لما تجينا المية كله بيجري على المية. الشاطر اللي بدها تتحمم واللي بدها تغسل أولادها تغسل الأواعي. وبالنسبة للقطن فيش قطن شهرية عندنا، فيش قطن، بنجيب الشرايط تاعت أولادنا بننزعهم وصرنا نستخدمها. حكايه الدوره الشهريه وملاحه الفوط ومن ناحيه هذا ما فيش متوفر كثير، يعني كان النساء التجئن اللي عندها اولاد صغار تستخدم البامبرز تبع اولادها يعني، وهذا بيسبب امراض للنساء. يعني شوفي كيف لما بيكون الفوط غير صحيه، شوفي ايش المضار والالتهابات الصحيه وزي هيك. اكيد عندنا النساء بيطلبوا الفوط الصحيه لكن مش موفره للجميع، يمكن نوفرها يعني لناس معينين، اما بالنسبه للجزء الكبير مش هنقدر نوفر لهم لانها مش موجوده بسبب تسكير المعابر ومنع الاخوان التجار من تدخيل المساعدات لقطاع غزه.